السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم تحيا مصر. نتناول اليوم في حلقة هذا اليوم موضوع من أهم موضوعات التي تهم كل بيت وأسرة، وهو التعليم في ظل جائحة كورونا. وسوف يكون معنا هاتفيا الأستاذ عادل رمزي، مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تحيا مصر، واللي بنستعرض فيه أهم الشخصيات في مجال الفن والسياسة والأدب والاقتصاد والتعليم. النهاردة حلقة مميزة لأن معانا شخصية مميزة داخل الإطار التعليمي بمحافظة الدقهلية، وهو الأستاذ عادل رمزي خليل، مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية. الحقيقة الأستاذ عادل رمزي خليل له العديد من البصمات والإنجازات داخل إدارة شرق. أولاً إقامة قنوات تعليمية على موقع اليوتيوب خاصة بالإدارة التعليمية التابعة له عشان تكون حلقة تواصل بين الطلاب والمدرسين. الحاجة الثانية قدر إن هو ينشئ مجلة ثقافية داخل إدارته التعليمية. الحاجة الثالثة إن هو استعان بخاصية الفيديو كونفرنس في التواصل بين المدرسين والإدارة التعليمية ونقل مشاكل الجماهير. والحقيقة إحنا بنوجه الشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه، والاستاذ علي عبد الرؤوف وكيل وزاره التربيه والتعليم في الدقهليه على الثقه الغاليه بتعيينهم الاستاذ عادل رمزي خليل مدير اداره شرق المنصوره التعليميه. الحقيقه الراجل ده له عديد من الانجازات والبصمات هنشوفها في التقرير التالي اللي هنوضح لكم دلوقتي، ونرجع لحضراتكم تاني. إدارة شرق المنصورة التعليمية مدرسة أحمد زويل، تقع المدرسة في تجمع سكني وحكومي مميز، وموقعها المميز ومكانها الفريد تعتبر من أهم مدارس الإدارة. تاريخ إنشاء المبنى المدرسي القديم عام 1898، وتاريخ إنشاء المبنى المدرسي الجديد عام 1990. تلتزم المدرسة بالإجراءات الاحترازية الشديدة، وذلك حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب. تهتم المدرسة بالأنشطة الطلابية واستثمار طاقات أبنائنا في جميع المجالات، وتولى قيادة المدرسة في الوقت الحالي الأستاذة حنان أحمد شلبي. ولكي نأخذ مثال آخر للتعليم الخاص بإدارة شرق المنصورة التعليمية، مدرسة السلام للغات الخاصة التابعة لسنودس نيل إنجيل. إنشاء المدرسة على مساحة 1600 متر بتاريخ 4 فبراير 1921، حيث تخرج منها العديد والعديد من الشخصيات العامة، ومنهم دكتور نجيب باشا محفوظ مؤسس علم طب النساء والتوليد بمصر. ولم تكتفي بالناحية العلمية فقط، ولكن واكبت التطوير حتى اعتلت إدارتها مسفيبي عبد الله حليم ليساعدها مجلس آباء وأمناء، والذين يعملون على الاهتمام الدائم بأبنائنا الطلاب وأنشطتهم. وقد كان أول مدرسة بالدلتا تم بها إنشاء استوديو صوتي واستوديو تصوير كروما ومعمل حاسب آلي على أعلى مستوى. وقد كلف السيد الأستاذ عادل رمزي مدير عام إدارة شرق المنصورة التعليمية بإنتاج البرامج التعليمية من مدرسين إدارة شرق. التعليم ما بين إيدين، التعليم بقى أسهل ليه، التعليم في كل وقت، التعليم بقى من حواليك. برعاية إدارة شرق المنصورة التعليمية، وكيل وزارة التربية والتعليم مهندس علي عبد الرؤوف، مدير إدارة شرق المنصورة أستاذ عادل رمزي، وكيل الإدارة أستاذ أشرف الغرباوي، مدير التعليم الإعدادي أستاذ أيمن سطوحي. التعليم ما بين إيديك، التعليم بقى أسهل ليك، التعليم في كل وقت، التعليم بقى من حواليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وكل ربي زدني علم. أبنائي وبناتي طلبة وطلاب إدارة الشرق المصرية التعليمية، أهلا وسهلا بكم، عام دراسي موفق إن شاء الله. قلنا هنبني، وده احنا بنينا السد العالي، وتوجيهات السيد الرئيس بأن البلد دي لازم تقف على رجلها، وهتقف على رجلها بوجود المخلصين، وتمشيا مع سياسة وزارة التربية والتعليم والدكتور طارق شوقي والدكتور رضا حجازي بالتعليم على البعد أونلاين، وإطلاقه لما يسمى بالتعليم الهجيني اللي هو التعليم المزوج ما بين دور الوزارة والإدارات التعليمية والمدارس التعليمية. أزف إليكم أن إدارة شرق المنصورة التعليمية دون غيرها سباقة على مستوى 92 إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية، أن هي تنشئ ما يسمى بالاستديو التعليمي أو المكتبة الإلكترونية، ووقع الاختيار على بفضل جهود مجلس أمناء مدرسة السلام الخاصة وزميلتي الفاضلة مس فيبي إن احنا ننشئ المكتبة في مدرسة السلام الخاصة، كنا في بوتقة واحدة في خدمة أبنائنا الطلاب بقيادة أستاذي المهندس علي عبد الرؤوف قائد المسيرة التعليمية بمحافظة الدقهلية، وبنهدي هذا العمل لكل أبنائي في الدقهلية، وبقول يا ريت الكل يحذو حذو إدارة شرق المنصورة التعليمية وتعمم على مستوى الإدارات التعليمية، وكل سنة طيبين وعام موفق إن شاء الله. وذلك لمواكبة خطة التعليم الهجين بناء على توجيهات السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. إن تعليم الناس وتثقيفهم في حد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة ونحن نبني المستقبل على أساس علمي. إذا علمت ولدا فقد علمت فرضا، وإذا علمت بنتا فقد علمت أمة. تقرير إدارة شرق المنصورة التعليمية من إعداد أحمد رامي وإخراج مدارس السلام للغات نبيل جرجس. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم تحيا مصر. نتناول في حلقة اليوم من أهم موضوع الذي يخص كل بيت وأسرة، وهو موضوع التعليم في ظل جائحة كورونا. معنا الأستاذ عادل رمزي مدير منطقة شرق المنصورة التعليمية. سنتواصل معه عبر الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أستاذ عادل. أهلا بك وضيفك الكرام يا معلش. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بصحة وعافية إن شاء الله يا معلش. أستاذ عادل، كيف يتم إدارة العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا هذا العام؟ تسمح لي كده إطلالة صغيرة عن الدقهلية بصفتها ثالث أكبر محافظة على مستوى الجمهورية، ومحافظة قديمة وعتيقة مؤسسة سنة 1219 على يد الملك الكامل محمد بن الملك العادل. مديرية التربية والتعليم الدقهلية وعلى رأسها وكيل الوزارة المهندس علي عبد الرؤوف و17 إدارة تعليمية، نحن إحدى هذه الإدارات التعليمية. لا شك قبل ما نتكلم عن الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، لابد أن نلقي بالظلال أولا الخطوات الاستباقية لتوجهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتطوير التعليم واعتماد التعليم عن بعد اللي هو أونلاين. ولولا هذه الخطوة الاستباقية من السيد الوزير والوزارة ما كنا وصلنا إلى ما نحن إليه الآن. وأتوجه للمجتمع المصري وأقول له ماذا لو لم نستبق الحدث وأنشأنا مثل هذه الأساليب لتبسيط وتوصيل المعلومة لأبنائنا في ظل هذه الجائحة. بداية نادى السيد الوزير بالتعليم أونلاين والتعليم الهجيني، فإحنا في إدارة شرق المنصورة التعليمية كنا
لنا السبق في ان احنا اهتمينا بالامر واخذناه ماخذ الجد بتوجيهات السيد وكيل الوزاره، وبدانا في انشاء القنوات التعليميه سواء الخاصه بالاداره كثلاث قنوات تعليميه على اليوتيوب تبث البرامج التعليميه لابنائها، وطالبنا المدارس ووصلنا بفضل الله الى تاسيس وتدشين 96 قناه تعليميه على اليوتيوب في سابقه لم تحدث من قبل بجمهوريه مصر العربيه على مستوى 300 اداره تعليميه. بيتولى فيها الشرح نخبه من افضل المعلمين عشان يوصلوا المعلومه التعليميه. في ظل هذه الجائحه والاجراءات الاحترازيه والتباعد الاجتماعي، بعد ما انشانا هذه القنوات دشنا الفيديو كونفرنس، ودي خطوة استباقية أيضا لإدارة الشرق كفرع من فروع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية للتواصل عن بعد مع السادة مدير المدارس والسادة المعلمين. كذلك أنشأنا الكتب الإلكترونية والكتب التفاعلية لتبسيط المناهج، وعملنا الاختبارات أونلاين برضه حسب توجهات السيد الوزير، وكل ده على اساس ان احنا نعدي بر الامان من هذه الجائحه ان شاء الله، اللي نسال المولى سبحانه وتعالى ان يتعدي بينا على خير، وان شاء الله هتعدي على خير. استاذ عادل، كنا عايزين نعرف حضرتك لو في الوقت حاله اشتباه في طالب بكورونا في المدرسه بتعملوا ايه؟ اول ما بيكون في حاله اشتباه بيتم ابلاغ اداره المدرسه. تمام. بتعمل محضر اثبات حاله وتبعته للاداره، ترسله للاداره وامن الاداره. تمام. ويتواصل مع امن المديريه، وبيتخذ فعلا في نفس اليوم قرار بان الطالب ده يتم استبعاده وعزله منزليا او علاجه طبيا وعدم مخالطه زملائه وتطهير المكان اذا كان نزل المدرسه او الفصل. هل المدرسه كلها يا فندم؟ المدرسه كلها كده؟ لا اسمع عليك، واحيانا يغلق الفصل كاملا الا اذا كانت هناك حالات زياده وانتشرت، فبالتالي بيصدر السيد مدير مديريه التربيه والتعليم قرار بغلق هذه المدرسه وتعليق الدراسه بها الى ان يتم التعافي والتطهير كامل. واحنا اصلا بنطهر سواء في حالات اشتباه او ما فيش حالات اشتباه بصفه دوليه. تمام. طيب يا فندم، هل في تنسيق مع وزارة الصحة بخصوص الشأن ده؟ لا شك، لا شك. تمام. احنا كلنا في مركب واحدة، ولازم من تضافر جهود كل الوزارات سواء التربية والتعليم أو الصحة أو مؤسسات المجتمع المدني، كل ده إيدهم في إيد بعض عشان الخطر بيخصنا كلنا. طب بالنسبة يا فندم لو اشتباه في مدرس؟ اشتباه في مدرس عادي، حتى بينفذ له تعليمات أو قرار السيد الوزير. تمام. بيعطاه 14 يوم، ثم إذا استلزم الأمر ولم يتم معافاته بياخد 14 يوم أخرى، وما ينزلش الشغل ولا يطأ المدرسة إلا بعد ما يجيب لي ما يفيد تعافيه من الصحة. هو كان قال يا فندم إن في تعليمات إن الأطفال أقل من 12 سنة ما يلبسوش كمامة. أيوه. الكلام ده هيطبق على المدارس؟ أيوه، الأطفال دون ال 12 سنة علشان هم مناعتهم زيادة، فهم ليسوا بحاجة إلى لبس أو ارتداء الكمامة، لأن هي تعتبر عائق لهم، عائق لهم. أستاذ عادل، هل تم الاستعداد لامتحانات نهاية الترم الأول في جميع المراحل التعليمية؟ لا شك ولا جدال، من بدري من بدري، واحنا واخدين احتياطاتنا وعاملين حسابنا، والجداول نازله. اعتمد الجدول الدكتور علي عبد الرؤوف من السيد المحافظ، والامتحانات في المراحل التعليميه موزعه على ايام، بحيث انني مضطر افرد اللجان. يعني كانت ساعه اللجنه 20، النهارده ما عادش ينفع في ظل كورونا، اللجان بقت 14 علشان ازود التباعد الاجتماعي بين ابنائي الطلبه وبعضهم البعض.
والإجراءات الاحترازية داخل المدارس قائمة وموجودة بالفعل. تمام. أستاذ عادل، في سؤال مهم، ما هي الصعوبات التي تواجه الطلبة في استخدام التابلت في الامتحانات، وخاصة مرحلة الأولى ثانوي هذا العام؟ عظيم. كل متغير جديد بتبقى الإنسان ما تعودش عليه بيواجه أصلا بنوع من الرفض أو عدم التقبل أو الخوف من النتيجة. لكن أولى ثانوي السنة دي إيه المشكلة؟ ما إحنا جربنا ثانية وثالثة ثانوي قبل كده. بل بالعكس، أطمن ولي الأمر وأطمن الطالب إن إحنا كل الصعوبات والسلبيات اللي ظهرت لنا في تجربة سابقة تفاديناها. زي أبشر برضه ولادي موضوع النت وسقوط الشبكات، لا ما عادش هيحصل السنة دي لسبب، لأن التعامل مع السيرفر الخاص بالمدرسة مباشرة وعلى موقع المدرسة، وبالتالي احنا تلافينا السلبيات اللي ظهرت لنا في الفترة السابقة، وأبشرك مش هيكون فيه سلبيات تعوق دون أداء الامتحانات. أستاذ عادل، كنا عايزين نعرف رأي حضرتك في الزيادات الأخيرة اللي تم إقرارها للمدرسين من قبل مجلس الوزراء. والله ده بيعكس رؤية القائد فخامة الرئيس والسيد رئيس دولة رئيس الوزراء. تمام. بإن التعليم هو وقود القاطرة لتنمية الدولة، والمدرس يحتاج وفعلا يستحق، لأن إحنا قمنا بعمل بطولي لا يقل عن دور القوات المسلحة ولا عن دور الشرطة المصرية ولا عن دور الصحة في هذه الجائحة. كان المعلمين جنود ليل نهار في ظل الجائحة وما تحملوه من تعب الامتحانات والتدريس وتوصيل المعلومات. هو حضرتك استحقكم، واتوجه بالشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس ودولة الوزراء والسيد الوزير، ودائما يعني المعلم يستحق الكثير. تمام. ونعمل ان شاء الله. تمام. هو يا فندم ازاي بيتم مواجهه ظاهره الدروس الخصوصيه في اداره الشرق التعليميه؟ ايه الخطوات اللي انتم بتتخذوها لمنع هذه الظاهره حسب تعليمات وزاره التربيه والتعليم؟ عظيم. في قرار السيد الوزير بانشاء مجموعات التقويه. تمام. ومجموعات التقويه مفعله عندي في جميع المدارس ومعلن عنها. الرينج بتاعها كام يا فندم، من كام لكام مجموعات التقويه؟ السعر؟ لا، السعر بيكون اقل كثير مما احنا سمعنا انها من 10 ل 80. من 10 ل 80 جنيه. تمام. اثنين، ان احنا بالاضافه لمجموعات التقويه وتفعيلها، احنا انشانا بقول لحضرتك عندي في الاداره 96 قناه تعليميه على اليوتيوب. تمام. بتقدم خدمه فوق الوصف لابنائي في جميع المواد. تمام. انا بعرض نفسي لاولادي واقول لهم انا خادم لكم، اهلا وسهلا بكم، سواء تفاعل مع اونلاين سواء مجموعات تقويه. يتبقى فلسفه المجتمع بتاعتي اللي مصره على الدروس الخصوصيه والسناتر، وانا قلتها معاليك في الحلقه السابقه. تمام. الدروس الخصوصيه تمتص دم الشعب المصري، واحنا كمسؤولين في التربيه والتعليم بقدرنا ان احنا نحافظ على الدخل القومي اصلا بتاع كل ولي امر. عندنا قنوات تعليميه، ليه ما بتفتحوهاش؟ منصات تعليميه، ليه ما بتدخلوهاش؟ ايه الاجراء يا فندم اللي يتم اتخاذه مع المدرس في الحاله دي؟ يعني هل في اجراءات عقابيه الوزاره التربيه والتعليم اقرتها في حاله استمراره في نهج الدروس الخصوصيه؟ اكيد. زي ايه يا فندم؟ والكلام ده مش مستحدث. الوزاره بتحارب الدروس الخصوصيه منذ زمن، لكن صعدت الاجراءات الى ان تصل الى ممكن المعلم يحول الى عمل اداري ويحرم من الكادر. تمام. وينقل الى محافظه اخرى. تمام. هل في ضبطيه قضائيه يا فندم لموضوع السناتر الخصوصيه؟ الضبطيه القضائيه موجوده وقايمه في المديريات التعليميه والادارات التعليميه للشؤون القانونيه ومنفذه. تمام. استاذ عادل، يا ريت توجه نصائح لطلبة الثانوية العامة التي تستخدم التابلت في مراجعة المناهج الدراسية من خلال المذاكرة وقبل دخول الامتحانات. بقول لأولادي المنصة التعليمية اللي أنشئتها الوزارة، البرامج التعليمية اللي بنقدمها على اليوتيوب والقنوات التعليمية، صدقوني إحنا عندنا كفاءات
بتقدم لكم هذه المناهج مبسطه. وانا هقول لك انا عندي استاذه زميله فاضله مس ايمان سامي، دي مشتركه معتمده في المنصه وبتقدم برامجها في الملاحق التعليميه للاهرام والجمهوريه، وعملنا الكتاب التفاعلي زي ما قلت لحضرتك والكتاب الالكتروني والاختبارات الالكترونيه والمكتبات الالكترونيه. ليه انتوا حارمين نفسكم من كل ده؟ ليه حارمين نفسكم؟ وليه تحكموا على نفسكم وعلينا بان التجربه صعبه وهي ان شاء الله سهله وجميله ومبسطه وبتزودك وبتعمل اسراء معلوماتي بحيث انك تتعود لما يجي امتحان الثانويه العامه تضغط على الاختبار تطلع لك نتيجتك تبقى انت مطمن على نفسك. استاذ عادل التطوير بقولها لاولادي مفرمه، من لم يواكب التطوير هتفرمه مفرمه التطوير، شئنا ام ابينا زي ما قال فخامه الرئيس البلد دي هتقف على رجليها ولازم هتقف على رجليها وما عندناش مجال للتجربه. احنا خدنا التجربه وان شاء الله موفقين والتربيه والتعليم بتتغير للافضل وبتتطور للافضل. تمام استاذ عادل، هو في سؤال بس جه للبرنامج على فكره من 36 الف معلم متعاقد. اتفضل. الناس دي انتوا تعاقدتوا معاها السنه اللي فاتت لمده شهرين. عظيم. وعملتوا مسابقه وعملتوا بوابه الكترونيه. وفي ناس نجحت في البوابه الالكترونيه وجت تنتظر دورها وما خدتش دورها لحد دلوقتي، هل ده بسبب كورونا ولا ان موضوع مثلا تقسيم الدراسه على عده ايام حل ازمه نقص المعلمين؟ اولا ظروف كورونا وتقسيم المعلمين والطلبه اعطى نوع من الوفره في المعلمين شويه. تمام. فاصبحت الوزاره في الوقت الحالي مش محتاجه ان هي تقوم بالتعيين حاليا او بالتعاقد. تمام. وبرضه مش من المنطق والعقل ان انا اهدر مال الدوله واتعاقد مع ابنائي برضه هم اولادنا. تمام. وادفع رواتب ملهاش لازمه دلوقتي. فطبعا رؤيه الوزاره الى ان تنتهي الاجراءات الاستثنائيه وجائحه كورونا وهيتم الحصر، واكيد معالي الوزير مش هيتاثر عن ولاده الشباب ان هو عينهم. هل ده يا فندم حل ازمه تكدس الطلاب؟ يعني تقسيم الدراسه على ايام في ظل جائحه أيوة. كورونا حل ازمه أيوة. تكدس الطلاب؟ حل كتير طبعا. تمام. الكثافه عندي قلت لاني بقسم الفصل على اثنين. تمام. اه وده برضه حل ازمه نقص المعلمين، يعني عكس الاثنين. افادنا لان هو ده اللي احنا او الهدف الامثل اللي احنا بننشده في التربيه والتعليم تقليل الكثافات. لكن احنا بقى شعب ربنا يبارك يعني كثافتنا ربنا يبارك يا فندم. ربنا يزيد ويبارك يعني. ولذلك الرئيس يعني مهتم بالتنميه البشريه لان هي اساس اي تنميه في الدوله. طب بس برضه يعني في ختام هذه الحلقه نشكر الاستاذ عادل رمزي مدير اداره شرق المنصوره التعليميه ونوجه له التحيه من خلال برنامج تحيا مصر. الف شكر حضرتك يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.